صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 90 لسنه 2022 بتعيين وكيل مساعد في وزاره الاشغال وذلك بناء على عرض وزير الاشغال وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه تعين السيده مريم عبد الله محمد امين وكيلا مساعدا لمشاريع البناء والصيانه في وزاره الاشغال.